السلام عليكم. نقرأ هذا التعليق هذا ومن بعدين نبدأ منه الفيديو. من هذا التعليق نبدأ الفيديو تاعنا. في التعليق هذا وش يقول؟ تحليل غير منطقي يا أخي، لماذا لا يطبق هذا القانون على أصحاب الشهادات الأخرى؟ لماذا الأطباء فقط؟ أيعقل أن راتب طبيب عام مبتدئ هو 55,000 دينار، يعني 5.5 ملايين، وطبيب مختص 6,868,000 دينار بعد 24 سنة في الدراسة والتفوق؟ أهكذا تعامل نخب الأمة؟ نحطوا زخطوط على كلمة نخب الأمة وبعدين نكملوا. كيف لدركي سنة ثالثة ثانوي راتبه أكثر من راتب طبيب؟ هذا التعليق، شفنا هذا التعليق وش يقول هذا مولا هذا؟ يعني التعليق هذا جاء على بوست نشره واحد، قال بلو هذه الاضرابات وهذه تاع الطلبة تاع الطب هما المشكلة تاعهم. قالك يعني علاه منحيتونا التصديق على شهادة الدكتوراه باش نقدروا نروحوا نخدموا لبرا، نخدموا في الخارج، نروح لفرنسا ونروح لاسبانيا ونروح للبرتغال ونروح لامريكا نخدم بالشهاده تاع الطب. هذا كاقتراح من عنده هو تاع فولونتي برك، قال لهم ودي انتم خلصوا الدوله، روحوا خلصوا الدوله حق قررتكم في 70 ولا 80 مليون كيما هكا، اعطيها على الدوله وتفيزي لك في الدبلوم وربي سهل عليكم اسيدي، روح شوف رزقك برا في الخارج. يعني من بين التعليقات كاين هذا التعليق هذا شدني. التعليق هذا باين من واحد يعني صافي من الطلبة هذوم تاع الطب. النقطة اللي قلنا حطه تحتها سطرين هذيك نخب الأمة، والبعدين يحكي على الجهاز الأمن يعني على الدرك وعلى الأمن الوطني وعلى الجيش، هذه بصفة عامة يعني مدامه قال دركي يعني يحكي على الكاسكيطة كومبلي. هذا الإنسان هذا قالك أني 24 سنة وانا نقرا وانا من النخب تاع الامه هذه، كيفاه دركي يكون يخلص اكثر من طبيب؟ اول حاجه ما كانش مجال للمقارنه، كاش مجال للمقارنه تقارن طبيب ب رجل امن ولا دركي ولا عسكري، ما كانش مجال للمقارنه. لا التصنيف تاعكم كيف ولا العمل تاعكم كيف، ما عنده حتى مقارنه. لكن معليش نمشوا معاك، اول حاجه انت ماكش من نخب الامه، لانه لحد الان مازال ما ديت حتى شيء ملي فطماتك ماماك من البيبرو، وانت دخلت اللي يكون كيما كتصرف عليك الدوله. قريت 5 سنين ولا 6 سنين في الابتدائية، وبعدين راح قريت 3 سنين و 4 سنين في المتوسطة، وبعدين 3 سنين في الثانوي، وديت الباك تاعك، وبعدين مشيت للجامعة وكل شيء، وهذه كل تصرف عليك الدولة. ما تقوليش أنا نصرف على روحي، روح شوف البرة كي يوصل الباكالوريا كيما كيحبس ما يمشيش الجامعة، لأنه في الجامعة يصرف على روحه، ومادام ما عندوش المنحة تاع باش يقرا في الجامعة كيما كيحبس يروح للحياة العملية ديريكتمو باش يواصل. انت يا الدولة عطاتك وخلات لك المجال باش تقرا وكل شيء، كملت في القراية 7 سنين هذيك تاع طب عام، وبعدين زدت 3 سنين تخصص وكل شيء كيما هكذا، اون تو 10 سنين اسيدي، 10 سنين و12 سنة اللي قريتها كيما هكا 22 سنة وانت تقرا. لحد الان مازال ما مديت حتى شيء، تخرج طبيب مبتدئ كيما هكذا بصح ما مديت حتى شيء، جيسكا بريزو ما مديت حتى شيء، ماكش من النخبة. 10,000 طبيب، النخبة هي الفئة المنتقاة، هي الصفوة، هي الصفوة هذه النخبة. انت مازال ما بديت حتى شيء، النخبة فئة قليلة مميزة في هذا المجتمع، هي النخبة، الصفوة، انسان اخترع هذا نخبة، انسان قدم للوطن هذا عندي نخبة. انا بالنسبة لي انا العريف هذاك ولا الجندي هذاك نخبة عليك، اذا كانت تصنيف النخبة بهذاك المنظور تاعك، انك قريت وتفوقت لنفسك وقريت لنفسك، لانك انت يا هذه الطب هذه دايرها مهنه باش تاكل بها الخبز، ماكش دايرها حاجه انسانيه. كل شيء تفكر في الجانب الانساني، ما تخسرش الراتب ولا تقارن نفسك بدركي، دركي ولا عسكري ولا رجل امن راهي بات ساهر على جالتك. لو طون اللي كنت انت تقرا كان يعس عليك، كان يبات ساهر على جالتك، لاجون اللي راه يعس في الاقامه تاعك نعتبره نخبه عليك، هذاك قدم للوطن، قدم الخدمه، مازال انت ما قدمت والو.
انت مازال ما قدمت حتى شيء، ما تسميش روحك نخبة. نخبة النهار اللي تمد حاجة للوطن هذا، لأن الجزائر هذه فيها 40 مليون طبيب، إذا كان على بالكش الإنسان هذا اللي يمرض قليل قليل الحاجة قليلة اللي يروح للطبيب باش يدير لوردونونس هذيك باش يخرج الدواء غراتويتمون، باش يخرجها بطاقة الشفاء. كوجات اللي كوجا الفارماسي يصرف له الدواء هذاك بلا 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 روشيتا بلا الاخر اوردونونس هكذا ويرومبورسولو، والله ما يجي لعندك. البائع مش الصيدليه، البائع تاع الصيدليه هذاك روح قول له راسي يستر عليا، يقول لك هاو الباراسيتامول هاو البانادول هاو مش عارف كيما هكذا، تقول له مش عارف انايا عندي الاستوم، يقول لك هاو المالوكس هاو هذا هو الدواء. وين راهي النخبه تاعك؟ وين راهي هذي؟ نحتاجك في اوردونونس كما يكونش فيها الكاش تاع المؤسسه الاستشفائيه هذيك، والله ما يصرفوها هذي، حتى الكاش تاعكم مش مقبول. اسيدي الطب في زمانه، في العصور اللي قبل ما يكون تقدم التكنولوجيا هذه، كان شويه كان عنده المعنى عندي. الطبيب يتعب باش يشخص المرض. درك كل شيء درك الذكاء الاصطناعي كيما كتقول له راسي يستر عليا ومش عارف انا ونتقيه وندي هذاك، يخرج لك المرض تاعك، ما نحتاج الطبيب. يعني كارثه انك تقول بانك انت يا نخبه هذي، وانك تقارن نفسك بالدركي وبالعسكري وبالرجل الامن كيما هكذا، وهذه المقارنه هذه خاطئه. ما تقارنش، خلاص ما كاش وجه مقارنه بيناتكم، ما كاش وجه مقارنه. اذا كان هذا يسهر ويدافع على الوطن، انت يعني في المجال تاعك دافع ثاني على الانسانيه ولا لا. لكن انك تقارن هذه بهذه، لا هو البريم دو ريسك تاعو 300000، منحه الخطر تاعو 300000. انت في الوقت الكورونا كيما كتديها ديتها ملايين، من اديتها ملايين. في 2003 الجزائر كامل ادات رابال، الجزائر كامل اي عامل عطات له الدوله هذه عطات له رابال. رجل الامن هذا الاخر هذا الدركي اللي تحضر عليه، والله ما شافه ما اداهاش، وراح سقسي عليه هذا الشيء وراح سقسي عليه في 2003 واش صرا في الجزائر. مش 2003 بالك، مش عارف 2008 ولا حاجه، في 2008 عندي الجزائر كومبلي ادات دي رابال كل مكتب الاخر، مش عارف انها تاعش هذيك الرابال الزيادات ومش عارف المكتب ادات دراهم، داتها 50 ودات 100 ودات 80 ودات عندي. ولهذا هذا الدركي هذا ولد العسكري والله ما شافها جيسكا بريزون، وهاو هكذاك بقى في الطريق وبقى محافظ على الامن للبلاد، وبقى يخدم في الحدود، وبقى ساهر على جالتك ويحارب في الجريمه المنظمه، ويحارب في التجار في المخدرات، ويحارب على في كل شيء. علاه؟ باش انت توقف، باش تخدم اناس في المستشفيات، الطبيب في البيرو تاعو والبوليسي راه واقف ليه، باش انت تخدم اناس. وبعدين تجي انت تقارن لي الاخر العمل تاعك بالعمل تاع هذا الانسان. ليسونسيال ما كترش الهضره، ما كترش الفيديو باش ما يطولش اكثر، هذا مكان اتهلاو في رواحكم. السلام عليكم.